يا لا 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 يا لا 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 علموني علموني شيخ حاشد حي ولا فاني قالوا اطلب ربك الرزاق وما شيخ حاشد مات ماني بول من سرق ماله ولا ذوده ولا طليانه انسى رقمية جمل قبلي على القس بن ساعده انسى رقمية جمل قبلي على القس بن ساعده جان صيبي من حلال ابي 800 من الطليان سبحان اللي قسم الارزاق ما بين البشر سبحانه يا الله لك الحمد ولك الشكر والمعروف والثناء قلت للراعي بشير ترى الغنم في ذمتك يا راعي لا تغيبها عن المرعى ولا تهلك من الظما قال وعاهدك لو ما تاكل الا لحمي وكبادي واني لسقيها وترجع راويه لو كان من دمي شاش راسي من كلام بشير وين القاك ما ذلقام وين تلقى من يفاد الظان والطليان من دمها وطلبنا ورد عمه من يمن له فزعة ومعاون باقي في مطلع شبابه والغنم يقدر يحوفها ما قعد اسبوع ولا ورد عمه عندنا في الديرة جانا من صنعاء بسكينه ورشاشه وخنجره هذا غير المحزم اللي في جنوبه فيه 100 معبر والله يعلم وش بقي تحت الثياب وتحت جبته حسبك الله حسبك الله يا بشير انت السبب والجاني ولد عمك من بيقوى ينهره ولا يعابشه ما هي رحمه به ولكن وسط قلبي من 100 فزعة ذبحتي عنده كما ذبح البهم والشاه والطلي أعجل أعجل يا بشير ولد عمك رجعه عند أهله قبل ما يوقع في الوادي وفالس واق مذبحاها مصبحنا ولا بشير ولد عمه في ضواحي صنعة ولا بقالي من 800 طلي إلا مراحها وحلفت إيمان لا روح اليمن وشكيه عند الفضلي عند ابن منصور راع الوضح والخيل المسومة قالوا ابن منصور شد من اليمن لهميمة ومدية بعديك البيت والمنخل وباع الدخن والرحية علموني علموني شيخ حاشد حي ولا فاني قالوا اطلب ربك الرزاق وما شيخ حاشد مات ماني بول من سرق ماله ولا ذوده ولا طليانه انسى رقمية جمل قبلي على القس بن ساعده انسى رقمية جمل قبلي على القس بن ساعده